احمد قول لي حكايه علم مصر 600 متر. احنا لمينا من كل واحد جنيه من الناس اللي كانت بتدين التحرير بطريقه رمزيه، يعني اللي هو ايه، مش اجبار انك تدفع الجنيه، احنا عايزين نعمل علم نغطي بيه ميدان التحرير. فلمينا من كل واحد جنيه وجبنا القماش احمر واسود وابيض، وبدانا نخيط العلم واحنا قاعدين في ميدان التحرير بالليل. وبعدين طلع النهار جبنا النسر رسمناه بالسبراي لونه ذهبي، والصبح فردنا العلم من على الكوبري فوق لتحت عشان اللي تحت ياخده ويمتد بيه ايه لاخر شارع ميدان التحرير. لما فردنا العلم تقريبا كان مظله للناس كلها، مش مظله لفرد او اتنين، لا ده مظله لملايين من المصريين واقفين. الميدان كانوا بيقولوا ما يسعش مليون، بس احنا كنا اكتر من 4 أو 5 مليون في التحرير، مش ميدان التحرير نفسه، ميدان التحرير بوسط البلد كله. اشتريتوا القماش من ايه؟ القماش اشتريناه من شارع الازهر، والناس اللي بعت لنا القماش برضه عشان نبقى احنا صراحه ادوهولنا بسعر التكلفه اللي هم جايبينه بيه، سعر الجمله قصدك؟ اه بسعر الجمله، زائد ان هم كمان ادونا معاه الخيوط اللي احنا عملنا بيها العلم، وفي بعض الناس جت ساعدتنا في اللي هم عندهم خبره في العلم. طبعا ميدان التحرير كان فيه كل الفئات، كان في اللي بيعرف يشتغل ترزي، واللي بيعرف يشتغل تحرير طعميه، واللي سواق، واللي جميع فئات الشعب كانت موجوده. احنا ما كناش محتاجين حاجه من بره، اللي كنا محتاجينه من بره ان الناس توصلنا بنظره ان احنا ناس متحضره بنطلب حقنا، وده فعلا اللي وصل للناس. بدليل ان العالم كله النهارده بيحترم الثوره المصريه اللي قمنا بيها وبيدرسها كمان. يعني النهارده امين الشرطه يعني دلوقتي بيتكلمه، بيقف بيكلمك بكل احترام يا فندم وتحت امرك وعيوني ليك. قبل كده ما كانش بتعرف انت تتكلم معاه، ما كانش بيجي يتكلم، دي اللي كانت بتتكلم الاول. لما والله فعلا ده حقيقه، لما كنا بنخش قسم الشرطه مثلا عشان تعمل محضر، لو انت داخل متعور وعايز تعمل محضر، في واحد ممكن يسيبك تصفي دمك الاول وبعد كده يقول لك عايز ايه، لما هو يفضى يعني ورايا ايه. كان في فين العلم دلوقتي يا احمد؟ معلش العلم ده توزع على جميع يعني جميع المتظاهرين اللي كانت في ميدان التحرير، خدوا من العلم دوت كل واحد حته، كل واحد خد حته. ذكرى جميله ممضى عليها، يعني العلم ده مضى عليه كل اللي كانوا في التحرير برضو، يعني كل واحد جاب قلم وكتب اسمه على العلم دوت. طبعا مش محتاج اقول لحضرتك المأساة اللي احنا كنا بنشوفها لما يبقى واحد صاحبك جنبك ويتضرب بالنار. انا كان جنبي كده، وبعدين واحنا ماشيين زحمه فتزقيت انا كده سنه صغيره عنه، جت توقف رقبته هنا مات. ده كانت ممكن تيجي فيا انا برضه، ما كنتش هزعل، لكن اللي زعلني ان صاحبي هو اللي يموت. او صاحبي ده طبعا مش صاحبي من زمان، ده انا عرفته في ميدان التحرير، بس هو اخويا مش صاحبي. دي يمكن ايه احنا بنقولها في مصر هنا عشان تدل عن صاحبي اللي هو في ترابط جامد، لكن هو اكتر من اخ. اللي معاه فلوس واللي مش فلوس، الفقير والغني واللي بيعرف واللي ما بيعرفش، كله كان بياكل وبيشرب اكل واحد وشرب واحد وحياه واحده جوه ميدان التحرير. المولى عز وجل بقى هو اللي كان بيرتب مساله حمايتنا. ان احنا حتى بس على مصر جنبك كده عشان تحس كده فعلا على مصر ده حاجه تفتخر بيها، تحيا مصر. ان احنا نحتمي بحد فده كان ربنا هو اللي بيحمينا. احمد تحيا مصر يعني. تحيا مصر طبعا، مصر دي فوق دماغنا ومن فوق.